من لعبة الجيل للعبة السنة، تقييمها 10 من 10، تقييمها 7 من 10، اللعبة منفوخة أو إن المراجعين مدفوع لهم. كل هذا الكلام صرنا نسمعه بشكل دوري وكل كم شهر، سواء كانت التقييمات جيدة أو سيئة تلاقي حرب على وسائل التواصل الاجتماعي وهجوم من كل الأطراف. وضمن فقرة فضفضة لاعب، واللي بتكون فقرة جديدة على بلاير ون في الفترة القادمة، راح أتكلم فيها عن رأيي ووجهة نظري في مواضيع مختلفة لها علاقة بالألعاب واللاعبين، وأتمنى تكون إضافة تعجبكم. والبداية بتكون عن مشكلتي مع المراجعات والتقييمات. موضوع المراجعات والتقييمات وخصوصا الرقمية، بمعنى تلخيص جودة ومتعة اللعبة برقم، ومشكلتي الكبيرة معاها والهوس الكبير اللي صار يدور حولها صار له فترة طويلة في بالي. طبعا أنا متفهم أنه المراجعات والتقييمات في أي صناعة فيها تنافس شديد مثل صناعة الألعاب شيء منطقي وضروري ومن ضده كمبدأ، خصوصا أنه مع كثرة الألعاب صرنا كمستهلكين نبغى نتأكد من جودة المحتوى اللي راح نلعبه قبل ما نقرر نستهلك المال والوقت فيه. لكن لما تصير التقييمات الرقمية خصوصا كأنها علم دقيق وكلام لا يقبل النقاش، وتصير العامل الرئيسي للكثير من الناس انهم يجربوا اللعبة او لا، فهنا في مشكلة. وراح احاول الخص هذه المشكلة من وجهة نظري المتواضعة من خلال 3 نقاط رئيسية. الاولى انه التقييمات الرقمية غير دقيقة وغير عادلة في بلاير ون، وعشان اكون واضح، صحيح انه في البداية كانت المراجعات بدون تقييم رقمي، لكن بسبب رغبة الكثير انه يكون في تقييم رقمي رجعت واضفتها لفترة في فيديوهات المراجعة قبل ما ارجع الغيها لاني اشوفها غير منطقية. ولاحظت انه عندي مشكلة فعلية مع التقييم الرقمي. فمثلا لما اللعبة تاخذ 7 من 10، ايش معنى هذا التقييم؟ هل هذا معناه انها جيدة ولا ممتازة ولا انها افضل من المتوسط؟ او لما اللعبة تاخذ 10 من 10، هل هذا معناه انها لعبة كاملة وراح تعجب اي احد يلعبها؟ طبعا لا. بالتالي لاحظت انه التقييم الرقمي ما يعبر بشكل كافي وعادل عن ملخص تجربة مدتها في الغالب عشرات الساعات، لانه ممكن لعبة تاخذ 7.5، شخص يفهم من هذا التقييم انه اللعبة جيدة او على الاقل فوق المتوسطة، واحد ثاني يشوف انه 7.5 معناه انه اللعبة سيئة وما تستحق وقته. يعني التقييم الرقمي ممكن يفهم باكثر من شكل وما هو كافي بحد ذاته في ايصال مدى جودة اللعبة. اما النقطة الثانية اللي اشوف انها مهمة خصوصا للالعاب اللي ما يتم السماح بنشر مراجعاتها بشكل مبكر واعطاء المراجعين الوقت الكافي للاستمتاع باللعبة، يعني اغلب الالعاب المراجعين لهذه الالعاب ما يلعبوا للاستمتاع، وتلاقيهم جالسين عشرات الساعات من اللعب والتقييم المتواصل عشان ينهوها في اسرع وقت ممكن ويكونوا من اوائل ناشري المراجعات، وبالتالي راح يحصلوا غالبا على مشاهدات اكثر. المشكله الاساسيه في هذه الطريقه من التقييم هو انه العاب الفيديو ما تم تصميمها عشان تخلص قصه مدتها اكثر من 30 ساعه بشكل مستعجل وبسرعه كبيره وبعقليه نقديه، بل تم تصميمها عشان تاخذ وقتك وتلعب لما تكون رايق ولك مزاج، وبالتالي المتعة راح تكون اكبر. شخصيا اتوقع انه افضل للشركات الناشرة انها تسمح بنشر المراجعات بشكل مبكر. فمثلا عادة حصريات سوني يتم توفير نسخ المراجعة قبل تاريخ رفع الحظر بفترة كافية، هذا الشيء اتوقع انه فعلا يأثر في التقييمات في جعلها ايجابية، لانه هذا المراجع عنده فترة اكثر من كافية انه يستمتع باللعبة مثل اي لاعب، ومو يجبر نفسه انه يخلص كل شيء من المهمات الرئيسية والجانبية وتجميع الاغراض في 2 أو 3 للعبة مدتها 60 أو 50 أو 40 ساعة. الحالة العقلية والمزاجية تلعب دور كبير في تحديد مدى استمتاعك باي منتج ترفيهي، لانه لما تلعب لعبة بهدف البحث عن سلبيات واخطاء وتقييم كل صغيرة وكبيرة وتستهلك محتوى ضخم مخصص للاستهلاك على مدار فترة طويلة عشان تقدر فعلا تستمتع فيه، في فترة قصيرة تجبر فيها نفسك بالاستمرار باللعب بس عشان تخلص، أكيد راح تحصل أخطاء وأكيد استمتاعك بالتجربة راح يقل مهما كانت اللعبة جيدة. أما النقطة الثالثة والأخيرة اللي تأثر على أي تقييم ومراجعة، هو إنه الألعاب منتج ترفيهي تعتمد بشكل كلي على ذوق الشخص ومدى اهتمامه بنوع معين من الألعاب. فمثلا شخص يستمتع ويلعب فقط ألعاب الأكشن والمغامرات اللي تحتاج 15 ساعة للتختيم، أكيد ما راح يكون تقييمه منطقي وموضوعي للعبة RPG وعالم مفتوح تحتاج 70 ساعة لعب. أو مثلا لاعب ما يفضل ألعاب منظور الشخص الأول، هل من المنطق أنه يكون الحكم على لعبة شوتر من منظور الشخص الأول بالرغم أنه ما يلعب هذا النوع من الألعاب أو ما يفضله أصلا؟ أنا من خلال هذا الفيديو وهذا الكلام ما بقول لا تشوف مراجعات أو تحاول تعرف أكثر عن لعبة تبغى تتأكد تشتريها ولا لا، أو أنه المراجعات ما لها أي قيمة وما هي مفيدة،
لكن أنصحك تشوف الشخص أو قناة معينة أنت عارف ذوق الشخص اللي قيم اللعبة وفاهم نوع الألعاب المفضل لي، وإنك في النهاية لا تعطي التقييم الرقمي أكبر من حجمه بقدر ما تحاول تعرف نوع اللعبة توجهها من ناحية طريقة اللعب والقصة. وإذا لقيت نفسك مهتم لا يهمك كم أخذت من 10، لأنها تجربة شخصية تختلف بشكل كبير من شخص لآخر. ولكل هذه الأسباب اللي تكلمت عنها، أي تقييم أو مراجعة لأي لعبة في بلاير 1 ما راح يحتوي على تقييم رقمي، وفي أغلب الأحيان مقاطع التقييم راح تاخذ وقت لما أخلص اللعبة بالشكل اللي المفترض أنه الواحد يخلصها فيه، ومو في جلسة عسكرية خلال يومين أو ثلاثة. وراح أكتفي بإني أعطيكم ملخص التجربة وإيش الإيجابيات والسلبيات لكل لعبة من وجهة نظري، بالإضافة طبعا لشرح عام عن القصة والعالم وطريقة اللعب. أتمنى أكون قدرت أوصل لكم وجهة نظري في موضوع المراجعات والتقييمات ومشكلتي معاها والهوس الكبير اللي يدور حولها، ويهمني جدا أعرف رأيكم في هذا الموضوع وفي ثقافة التقييمات والمراجعات، مدى أهمية التقييمات بالنسبة لك في اتخاذ قرار شراء اللعبة أو لا. أما لمشاهدة مواضيع مختلفة عن عالم الألعاب من أجدد الأخبار لآخر الإصدارات وغيرها، اشتراك وجرس وخذ لفة على باقي فيديوهات بلاير 1. وكالعادة شكرا على المشاهدة.